بعدما عبرت عنق الزجاجة وباتت واقعا بتوقيع 35 نائبا، تقدم النائب أحمد القضيبي بطلب عقد جلسة طارئة بشأن رفع أسعار البنزين. راح يتم التخاطب بين رئيس مجلس الأمة والحكومة في تحديد جلسة في أسرع وقت ممكن. وصل العدد إلى 35 نائب تم توقيعهم على طلب عقد هذه الجلسة، والحمد لله إن شاء الله نشوف موعد قريب إن شاء الله خلال الأسبوع القادم في عقد هذه الجلسة. نواب آخرون طالبوا الحكومة بالحضور وتقديم تبريراتها على قرارها المنفرد برفع أسعار البنزين. لحنا ما طلبنا جلسة ولا وقعنا على جلسة حتى نستمع الحكومة لمبرراتها، وحتى نستمع للحكومة لأسباب عدم القيام بالإصلاحات اللي فيها فساد وفيها إسراف، والتفكير بأن عملية الإصلاح فقط في رفع سعر البنزين على المواطن. هل هذه هي العملية الإصلاحية للحكومة تراها اليوم؟ إذا حد يتحدث أنه والله هذه الجلسة مجرد فضفضة، لا، خل تعقد الجلسة وراح نعرف إذا كانت فضفضة أم هي قضية محاسبة، وبالتالي الخروج بإلزام الحكومة على حل هذه المشكلة بطريقة ترضي المواطن الكويتي. تشدد الحكومة بأن قرار رفع أسعار البنزين نهائي يقابله تصلب نيابي بضرورة دعم المواطنين، فضلا عن مدى التزامها بضبط الأسعار. وستشكل الجلسة الطارئة اختبارا لجدية الحكومة في التعاطي مع تعهداتها كما جاء في اجتماعات اللجنة المالية. لتلفزيون المجلس طارق السهو.